ناس كتير في رمضان بتخاف لحسن تحس بالهبوط فجأة أو السكر بتاعه يحصل له حاجة وقت الصيام. الحقيقة لو انت حافظتي على تناول النشويات زي البطاطس أو المكرونة أو الرز أو البرغل أو حتى العيش وقت الفطار والسحور، ده هيخلي النشويات بتتحول لسكريات وبتتحول بطريقة بطيئة جدا وبتزبط لمستوى السكر لمدة 4 أو 5 ساعات.